برحب مجددا بجميع المشاهدين مباشره من بيروت، ونتوقف مع فقرتنا الفنيه وضيفنا الليله الفنان زكي شريف. زكي بيتميز باداء الالوان الغنائيه الجبليه والاغنيات التراثيه المعروفه، درس الصوت والعزف على العود بالكونسرفاتوار، ومن حوالي الشهر اصدر اغنيه جديده يتم بثها عبر الاذاعات ويحضر لتصويرها على طريقه الفيديو كليب. زكي اهلا وسهلا فيك معنا على الحره. اهلا وسهلا فيك. وينعاد عليك ان شاء الله رمضان كريم. نعاد عليك وعلى كل الامه الاسلاميه يا رب والعربيه، ونعاد على كل اليوم عيد الاب. عيد الاباء كمان. اكيد بنعيد كل اب وكل عائله، وبدي عن كمان عيد والدي بقول له خليك فوق راسك. ان شاء الله بنوجه له تحيه. زكي انت بتتميز بصوت جبلي قوي، انت من منطقه بعلبك، يعني في كثير اصوات هيك قويه من منطقه البقاع خصوصا، لها علاقه الجغرافيا؟ على هيك بيقولوا المي ما مي، بس ما بعرف، يمكن الهواء، يمكن المناخ اللي عايشه فوق غير، بتفرق عن يمكن على المدينه، يمكن بالمدينه ما فيك تاخذي مساحات صوت تزعج الجيران، يمكن فوق في اكثر. لانه في كثير اصوات حلوه. طب زكي انت بالاجمال بمين هيك بمين مأثر من الراحلين، حتى من الاصوات القويه جدا؟ انا من اول معروف مأثر كثير بالاستاذ وديع الصافي، و وصوت استاذ معين كمان كثير مأثر فيه، خلاني احب مدرسه وديع الصف. طيب زكي بدنا هيك نسمع شيء بالاول، في عندك اغنيتك جرح كبير اللي يعني سمعناها مش من زمان عم تنبس عبر الاذاعات، وراح يتم تصويرها على طريقه الفيديو مصبوع. كليب رح نحكي عنها، فينا نسمع مقطع منها؟ بعرف انه جرح كبير، جرح الغادر صعب يطيب، وايماني بالله كبير يشفيني هو الطبيب. الله يبعث لك حبيبة تحبي فترة ويغيب، وتدوق نبعة التعذيب يلي منه اعطيتيني، وعيونيك كيفت نامة واجرى يدقدق بعظامي. حلوة الأغنية زكي، الكلمات والألحان لمين؟ كلمات فادي مرجان والحان وتوزيع علي حسون. طب بين اغنيتك الاولى واغنيتك الثانيه، الاغنيه الاولى كيف قدرتي والاغنيه الثانيه بحرق لحرق لحرق ما خلي شيء كثير قوي دمار. طيب شو زيت اللون الغنائي؟ هلا لحرق الدنيا وجرح كبير في تقارب باللون الغنائي، بس كيف قدرتي كانت لون غنائي مختلف. طب رح يتم تصوير جرح كبير على طريقه مزبوط. الفيديو كليب قريبا، فكره الفيديو كليب صارت هي حاضره؟ كان في فكره معينه، بس نحن عم نسمع من اكثر من حدا، عم نشوف اكثر من حدا اكثر من فكره، والفكره بلاقيها انا قريبه لفكري، قريبه لشيء بتشبهني اكثر، رح ننفذها اكيد. يعني انت بدك تتدخل اكيد؟ طيب مش انه اعطي رايي او انه افرض رايي، بس انه بتحس الشيء بيشبهك او لا اكثر، يعني بنسمع اكثر من فكره، الفكره الاجمل بننفذها. طيب زكي اليوم بين الاغنيه الجبليه والاغنيه العصريه هيك الايقاع كثير البيت تبعها سريع، شو المطلوب بالنسبه لكم انه انتم من جيل الشباب اليوم؟ انا بالنسبه لي ما بدور على الايقاع او انا بدور على الكلمه الحلوه، اللحن الحلو بيلمسني، والكلمة الحلوة بتفوت لقلبي، خلص بقول هالشيء انا وصل لي الاحساسي، من انا بحب وصل احساسي للناس مش اكثر. طيب زكي كمان بدنا نسمع منك اغنية من اختيارك انت. اغنية من اغنية ولا مثل ما بدك انت، شو حاسس حالك بدك تغني غني. يعني قلك شيء للاستاذ وديع. تفضل. اكيد. جار الحبايب علينا وعلى الهوى جار، قلب الحب كان ولنا والغير نصار،
عصافير الكرب يتجوانحهم عايدينا. عنهم سأل الوفا قال الوفا طاروا. حلو كثير. درست عم بتتمرن كل يوم؟ انت دارس فوكاليز بالكونسرفاتوار؟ بتمرن بصوتك. بتمرن بالمغنى كل يوم، يعني اغاني وديع الصافي هي لحالها مدرسه، يعني هي لحالها تمرين بحد ذاته. فانا مجرد انه عم ادي هالاغاني كل يوم في شيء صفات بعيني. مجرد انك انت عم تادي هالاغاني كل يوم فهذا بحد ذاته تمرين. طب وعود كمان تعزف على اله؟ انا كنت فتره اول ما بلشت بالمعهد موسيقى تعلمت على العود، بس صار عندي مشكله بايدي وقتها كانت ضربه على ايدي وما عاد قدرت كفيت، وهلا رجعت من جديد. رجعت عم اخذ دروس. ضربه على ايدك؟ صارت لهيك شيء بالغلط ومن هون اصابيع تكسر من هون. يعني هلا ما فيك؟ لا رجعت. كان اول شيء ما عندي حركه كامله، رجع مشي الحال الحمد لله. هلا رجعت من اول وجديد، نرجع نمرن حالنا على العود، لانه العود مع المغنى بيعطيك تقدم كثير. اكيد. طيب زكي خبرنا عن يعني اليوم انتم كشباب على الساحه الفنيه، شو هي ابرز الصعوبات اللي عم تواجهك؟ ابرز صعوبات مش كشباب، ابرز صعوبات عم تواجهني بوقتنا هلا، كثره الانتشار، سهوله التواصل، سهوله الانترنت، تعدد المطربين اللي عم تطلع كثير كثير، سهل كثير للعالم مين ما كان بده يغني صار فيه يغني، فهذا صعب كثير، عم بيصعب الانتشار اكثر. طب كمان يعني في برامج المواهب او برامج الهواة كمان اللي عم تخلي كمان يعني ينتشروا كمان هالشباب. في شيء عم يصير، في ظلم، انه كل سنة عم يكون في مشتركين جديد وعم يكون في برامج جديدة كل سنة، ما عم يعطوا حق للمشترك أو للفنان اللي عم يطلع إنه ياخذ على الأقل فترة ينفذ فيها شيء أو يبرز. فإنه كل سنة عم يكون في أكثر من برنامج، وأكثر كل هالبرنامج عم 20-30 واحد عم ينزلوا جديد على على الساحة، فهذا الشيء كثير يعني بشكل خطر مش شوي يعني. طب وانتاجيا يعني انت عم تعمل مع شركه ميركس للانتاج، اليوم كيف التعامل مع هالشركه؟ ميركس هن كانوا ثاني شركه بمضي معهم من بعد مول برودكشن، في هلا ميركس برودكشن. الاتفاق انه نحن نعمل اكثر شيء، يعني نحن نشيل بالصوره الحلوه والشيء اللي نعمل، يعني الوقت ما هيك انه خلص تحكمنا الوقت انه نحن مهم ننزل شيء، لا نحن يكون في وقت طويل بس ننزل عمل في فن وفي شيء حلو لنوصل للمستمعين، فهي الفكره. طب اليوم زكي يعني كثير من الفنانين الشباب كثير ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وبيعتبروا انه هالمواقع ممكن تزيد لهم من انتشارهم، انت اليوم كيف مع هالمواقع؟ انا شوي هيك انا على الانترنت شوي هيك كنت بكره هالقصص كثير، يعني انا بكره اتصور كثير، بكره تنزل فيديو وقصص، بس اخر فتره محكوم يعني اذا ما عملتي لهم هيك بياكلوكي، في ناس قالوا حق عليك، بينطروا منك جديد، بينطروا منك اخبارك مزبوط، فقالوا حق عليك، فانا بحاول يعني دائما نسق بين شغلي وبين اني اتواصل معهم اكثر. انا لانه بدي اختم باغنيه، بدي هيك سريعا تخبرني عن مشاريعك الجديده، شو محضر خلال هالشهر وبعد هالشهر ان شاء الله حيكون في تصوير الاغنيه، موعدها بتحدد بعدين امتى بيتم، بس وان شاء الله في عنا بشهر رمضان حفلات وسهرات رمضانيه ان شاء الله، وعلى العيد ان شاء الله في عنا كمان حفله، كلهم اكيد انا بعلن عنهم كلهم امتى المواعيد عبر صفحتي ان شاء الله. نتمنى لك توفيق زكي الشريف بكل خطوه بتقوم فيها، رمضان كريم، شكرا رمضان لمشاركتك معنا اليوم على الحره، وبنختم هيك باغنيه كمان من اختيارك، تفضل. نقول كيف قدرتي؟ يلا. كان قلبي هو مطرحك، قلبك تركني وراح، هلأ ما بدي المحيك، مش ناقص بعد جراح، ودمعك حلو ما في ملح، يعني دمعة تمساح ما أثر فيك جرح،
ولا ندمت علي راح دمعك حلو ما في ملاح يعني دمع تمساح ما أثر فيك جرح ولا ندمت علي راح خلصنا كل القصاص قلبي عالماضي دعس ما بدي اياكي خلاص بلاكي شو مرتاح كيف قدرتي بس قدري شو بنعمل قدرت وخان قدرت بدي اتشكركم على المقابله الحلوه وان شاء الله دائما بالنجاح يا رب شكرا لوجودك معنا زكي